يا صاحب الزمان، لسنا في حالة تسمح بسماع هذا الشعر الركيك. الشعر يمكن أن يفسد العدالة والضيوف لا يتدخلون في المحاكمة، فإنه أمر داخلي. وأنت أيها الناثر الجميل أجعلك مضحكا الأخير فتتطاول على الملوك. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وبعدين؟ بعدين وجعلوا عزة أهلها أذلة. أنا قلت اسكت. خلاص يا ابو الحجاج خليك. اجعل غضبي يزيد عن اعجابي بيك افرمك. نعم اخويا. دعهم يتممون عدالتهم في هدوء وسنضحك نحن كثيرا بعد انتهاء هذه المهزله. العدل اساس الملك وكل راعي مسؤول عن رعيته. هكذا صارت الامور يا ساده، وهكذا ستظل تسير دائما، وذلك بفضل حنكتي وحكمه مولانا الهول. والآن أنت متهم يا ولد بأنك المجرم اللي بيسمي نفسه كلام الناس، ودايس في كل حتة يا ولد إشاعات وأكاذيب، والناس بتودي ده وراك كل قلة أدب. أنت فاهم كلامي؟ فاهم؟ طاعت ما بين الأصول. الأصحاب بتكبر في إيه؟ في إيه؟ ويزيد مقامها في زين والاستراح والعلم. هنفهم الفولة أول ما ينول بيفل الاسترومال يطول ويشد يصبع حور جمل الحمول بيكل ويقل عصر الجواب. انا قلت مش عايزين شعر، لان احنا بنقيم صرح مثالي ونموذجي للعداله، والشعر ممكن يفسد اي شيء جميل. ايوه يا مولاي، والله عندك حق يا مولاي، عندك حق فعلا. وبعدين دي اشعار على فكره قديمه وعاميه وغير موزونه وبايخه، ولا يمكن تاخد اي جايزه من جوايزكم، والحمد لله السنه دي حجبوها منهم لنفسهم. يلا بصوا لي هي متولي ليا يا واد، هنا بصوا لي هنا، سيب المنديل المحلاوي ده في ايدك يا متولي. يا واد بصوا لي هنا ليا انا هنا لاخر مره. العداله بتسالك انت اللي قلت الكلام ده والفته. يا عم ما تتعبوش نفسكم لانه اخرس فعلا. بتقولي ايه؟ معقول؟ اخرس. انا مولاي انا والله عرفت ده بالصدفه. انا اصلي كنت قابلت واحده ست في الشارع، فحكيت لها حكايه كده ولا الافلام العربي، حكايه زي الحواديت يا مولاي. واظن مفيش ام تعايب ابنها على من مؤاخذه يا مولاي، ده مفهوش عيب بقى. احكي يا مولاي. انا قلت اخرس. طيب اخرس. ايوه يا بابا، في ناس في الدنيا دي خرس كتير. يعني ممكن عايزه تقولي ان انا اقعد 30 40 سنه ادور على اللي بيقول عليا الكلام ده ولما الاقيه يطلع اخرس؟ ممكن. لا مش ممكن ان يطلع اخرس يا بابا. انا عندي اللي يخليه ينطق. هتعذبه؟ طبعا لحد ما ينطق. لازم نخرس. لازم يكون فيه لسان حامي ورا كل الكذب ده، لسان بيقلب نصر الهزيمه ويشوه اكبر نصر في تاريخنا. بس ده اخلص فعلا يا مولاي. لو يا متولي يا ابني يا حبيبي، لاخر مره العداله بتسالك، انت اللي قلت الكلام ده والفته. بص لي هنا يا متولي، سكوتك ده مش كويس عشانك، ده تشكيك في عداله مولانا السلطان، وفي نفس الوقت تعطيل للعداله. بتنكر يا ابني ولا بتعترف؟ بتنكر يا متولي؟ بتعترف؟ بتنكر؟ لا بتعترف ولا بتعترف ولا بتنكر ولا بتنكر ولا بتعترف ولا بتعترف ولا بتعترف ولا بتعترف. يا مولاي يا مولاي اهو انت تاني. اثبتوا ده عليه هو الجاني على نفسه. يلا خلصنا بسرعه على احترامك يا مولاي. شايف اخلص. شايف لو هتتكلم زينا مش هتخافوا منه، سكوتك مخوفني. لكن احنا بنتكلم طول الوقت ومحدش سائل فينا، انما انت بسكوتك اللي مالكش يد فيه بتنكر عليهم قدرتهم على تحقيق عدالتهم. نقطة يا اخرش، مش كده؟ ده لمجرد انك بس مش بتهتف للغول. قلت كفايه خلصوني. انقذ نفسك يا اخرس. كلمة واحدة منك يمكن تقلب السلطنة. تخيل كلمة يا اخرس. كلمة مستحيلة يا اخرس. كفاية. بحاول اقنعه يتكلم يا مولاي، بحاول. اتكلم يا اخرس. اتكلم. السر. امك محتاجاك. مش كفاية يا اخرس. مش كفاية ضع حلمها في الارض هتضيع انت كمان منها. قول يا اخرس. قول معايا. بص بص اهتف للغوري معايا، الغوري اللي لسانه ما يعرفش الكذب ولا يطلع العيب. قول قول عاش الغوري. ايه
احنا ما جيناش هنا وعزمنا كل الناس دول عشان نضيع وقتنا مع مهرج غبي زيك. معلش يا مملكه فاضيه، يا مملكه فاضيه بالهبل، هنعمل ايه؟ ما هو اي متهم لازم يكون معاه حال، واكيد بقى الواد المهرج ده هيطلب له البراءه. نعم البراءه يا ابن القارع. يا مولاي هو هيطلبها بس، واحنا علينا الباقي. الله، امال احنا شغلتنا ايه في البلاط يا مولاي؟ ده احنا اللي بنقدم الموازين ونحزن النام. طب يلا خلصنا بسرعه. ماشي يا مولاي. يا مسرور سمعت يا مولاي؟ يا عم حاسب لا يطفي لك عيب. على فكره انا دورت على اسم الجلاد ايام الجوري في كل المراجع الحقيقه ما لقيتش. ايه يا عم سمير؟ خلصونا بسرعه. ايوه بس دي معلومه نقولها للناس في السكه ونخش على طول في العرض. ما يتأزمش نفسيا. يا حر والناس ماشي يا عم ماشي. الظاهر ده ملك كل واحد فيهم بيتولى مهمه تعزيز غيره بنفسه كلهم ما شاء الله كانوا خبر. انما هو استكمالا للذكور. استكمالا للذكور بس. فانا قد لجأت للتراث الشعبي المنقذ الوحيد. تراث شعبي هتخش المحاضرات بقى. ما كنتش اشتريته ولا حاجه وشايله في البيت بتاعك. التراث الشعبي ده بتاع اي حد يا عم. فسميت الاخ اللي فوق ده مسرور، وانا يعني متاكد ان اختيار الشعب ده ممكن يعجبكم شويه يعني. انا قلت كفايه. خلاص يا مولاي خلاص. يا مولاي انا مؤمن ان اللي طول عدالتكم ولا يمدحهاش عشان يفرق بجد ويبقى حاجه من الاثنين، يا اما اخلص يا اما يدوب. انت بتولي بص لي يا حبيبي، بص لي بقى ركز معايا. انت في الطراب الهابولا ولا حاجه؟ جميل يعني مش مجنون الحمد لله. يبقى اخلص بقى يا مولاي. كل واحد ممكن يعمل اخرس، كل واحد ممكن يبلع لسانه ويعمل اخرس، لكن التعذيب هينقطعه طبعا يا مولاي.